السلام عليكم، طلبت قيمة تحليلية 2. اليوم حنحل جزء آخر من المسائل. حنبدأ بالسؤال رقم 5. السؤال رقم 5 قال عندي 523.1 ملي جرام من البوتاسيوم برومايد is treated with exist of silver nitrate. يعني البوتاسيوم برومايد تم معالجته أو إضافة له السيلفر نيتريت and 814.5 ملي جرام of silver bromide is obtained. يعني تلقائيا الناتج حيكون silver bromide زائد بوتاسيوم نيتريت. اوكي، فانا عندي 523.1 ملي جرام من بوتاسيوم برومايد، وأصبح عندي كم؟ أصبح عندي 814.5 ملي جرام من السيلفر برومايد. What is the purity of potassium bromide؟ المطلوب هنا البيورتي، يعني ما هي مدى نقاوة البوتاسيوم برومايد. فهنا حنجي نشوف 814.5 من السلفر برومايد كم حتعطيني من البوتاسيوم برومايد، بعدين ناخذ قيمة البوتاسيوم برومايد ونقارنها بالقيمة اللي موجودة عندي، ومن خلالها حنطلع قيمة البيورتي أو درجة النقاوة. كيف حنبدأ بالخطوات؟ حنجي هنا ونقول كم عندي سلفر برومايد. عندي 814.5 ملي جرام. كم عندي بوتاسيوم برومايد؟ حنعتبره مجهول. ليش مجهول؟ لأنني بناخذ القيمة هذه ونقارن فيها بالقيمة الموجودة عندي، ومن خلال الفرق حيطلع عندي قيمة أو نسبة النقاوة البيورتي. أوكي، حنجي هذا معلومية من؟ زي ما تعودنا معلومية المولر ماس. المولر ماس للسيلفر برومايد كم؟ من الجدول الدوري السيلفر حيكون عندي 107.87 زائد كم البرومايد، حيكون عندي 79.9. حاصل جمعهم طبعا الوحدة حتكون جرام على مول لأن وزن ذري. نفس الشيء هنا البوتاسيوم كم؟ 39.1 زائد البرومايد اللي هو 79.9. فحنجي بالآلة، لازم يكون معكم آلة حاسبة بالشكل هذا. 39.1 زائد 79.9 حيكون هنا عندي 119، وهنا كم حيكون؟ اوكي، 79.9 زائد 107.87 حيكون هنا عندي 187.77. فطبعا نفس ما تعودنا حندير الطرفين في الوسطين، فالإكس هذه شن تمثل؟ تمثل وزن البوتاسيوم برومايد. شن حتساوي؟ حتساوي 814.5 ملي جرام مضروبة في من؟ مضروبة في 119 جرام على مول، مقسومة على من؟ مقسومة على 187.77 جرام على مول. فهنا الجرام مع المول حيمشي مع الجرام مع المول، فالناتج حيكون تلقائياً بوحدة الملي جرام. فجيو نحسبوها، 119 مضروبة في 814.5 الناتج مقسوم على 187.77 حيكون هنا عندي كم؟ 516.192 ملي جرام، أو نكتفي بأول رقمين. هذا القيمة في حال إن، يعني شو معنى الكلام هذا؟ معنى البوتاسيوم برومايد المفروض يكون قيمته 516.19، لو إنه بيعطيني 814.5 ملغرام من الباريوم سلفيت.
النقاوة كيف شي حتكون؟ كيف نحسب النقاوة؟ حناخذ القيمة اللي أنا تحصلت عليها 516.19 نقسمها على القيمة الموجودة عندي وين؟ في السؤال أو في المسألة اللي هي 523.1. الناتج شي حنديه؟ لأ حنضربه في 100 نبي نسبة النقاوة، فحيكون عندي 516.19 مقسومة على 523.1. الناتج مضروب في كم؟ في 100، فنسبة النقاوة هتكون 98.97%. هذه نسبة نقاوة البوتاسيوم برومايد. هنجي للسؤال السادس. السؤال السادس نفس الخطوات أو نفس الفكرة. What is the weight؟ ما هو وزن الفرق أوكسيد precipitate will be obtained from 0.4823 جرام sample of iron، يعني iron wire، يعني أنا عندي سلك من الحديد iron wire. الايرون شنو رمزه؟ اللي هو الاف اي. يبي وزن السامبل اللي حيعطيني كم؟ اوكي، يبي وزن الراسب اللي هو شنو حيكون؟ الراسب حيكون اف اي 203. المطلوب وزن الراسب هذا الناتج من ترسيب عينة تحتوي على الايرون اللي هي على شكل ايرون واير، يعني سلك من او قضيب من الحديد. فحنجي هنا بما ان هذه معادلة فلابد تكون ايش؟ موزونة. انا عندي 2 ايرون، فهنا لابد يكون عندي 2 مول من الايرون. هنا اعطاني من؟ اعطاني وزن السامبل اللي هو اللي هو من؟ اللي هو الايرون. كم قيمتها؟ كم وزن السامبل؟ 0.4823 جرام. كم وزن الراسب هنا؟ هو المطلوب اللي مطلوب مني نحسبه. معلومية من في الحالة هذه؟ بمعلومية المولر ماس. كم المولر ماس للحديد؟ من خلال الجدول المولر ماس للحديد الايرون اللي هو تقريبا 56 جرام على المول، مضروبة في كم؟ مضروبة في 2. ليش؟ لأن عندي منها 2 مول. وتعال احسب هنا، فحنجي نقول 56 في 2 زائد 16 في 3. 56 في 2 112. 16 في 3 48، يعني 48 120، يعني حيكون إجمالي 160 جرام على مول، بينما أنا حيكون عندي 112 جرام على مول. كيف نجيب الوزن؟ الطرفين في الوسطين، يعني وزن الراسب اللي هو Fe2O3 شن حيساوي؟ حيساوي 0.4823 جرام مضروبة في 160 جرام على مول مقسومة على 112 جرام على مول. الناتج هنا كم حيكون؟ اوكي، الناتج حيكون 0.4823 ضرب 160 قسمة 112 حيكون 0.689 جرام. تعال نشوف السؤال، قال لك إذا كانت نسبة العينة هذه 99.89%، يعني القيمة هذه في حالة أن العينة الحديد كانت 100%، لكن هو قال لك أن العينة الحديد ما كانتش نقية 100%، فكانت نسبة نقاوتها 99.89%. فكيف تأخذ أنت الوزن عند النسبة هذه؟ هنجي نقول 99 أوكي 0.98 قسمة 100، حنرجعها إلى نسبة، مش نسبة 100، حنرجعها إلى فاكتور، إلى كسرة، اللي هي هتكون 0.9989، وحنجي نضربها في وين؟ هنضربها في الوزن اللي تحصلت عليه 9989 ضرب كم؟ 0.689. الناتج كم حيكون؟ حيكون 0.688 جرام. يعني لما يقول لك ان لو كانت العينة نقية 100% فحنعطيك راسب وزنه 0.689، لكن بما ان نسبة نقاوة العينة 99.9% فنسبة الراسب اللي حيتكون حيكون اقل بحاجة بسيطة اللي هي 0.688 جرام. طبعا اذا كان مش واضح عاود الفيديو. السؤال السابع،
سؤال السابع. السؤال السابع: The aluminium content in alloy. عندك aluminium اللي هو A L. وين موجود في in alloy؟ في سبيكة. Is determined generally أو sorry it is determined gravimetrically by precipitating by 8 هيدروكسي كوانولين. يعني الألومنيوم هذا حنضيف له الريجنت اللي تكلمنا عنه اللي هو ريجنت يرسب نسبة كبيرة من الأيونات اللي هو 8 هيدروكسي كوانولين to give يعطينا من عشان يعطينا AlC9H6O(N) الكل 3. قال لك إفدا سامبل، من هي السامبل في الحالة دي اللي هي السبيكة أو الألومنيوم، كم وزنها؟ أوكي إف أسامبل وزنها طبعا هضيف عندك في السؤال وزنها 1.021 جرام، حتعطيك 0.186 جرام من الراسب. يعني وزن الراسب كم؟ وزن الراسب اللي هو هذا 0.1862 جرام. المطلوب هنا what is the percent aluminium in the alloy، ما هي النسبة المئوية للألومنيوم في السبيكة. يعني هذا وزن الراسب اللي هو 0.1862 والألومنيوم عندي هنا مجهول. ومن اللي عندي؟ عندي وزن العينة ككل أو وزن السبيكة اللي هي 1.021 جرام. فأنا هنا بنجيب وزن الألومنيوم ونبنقسم على وزن السبيكة بالكامل ونضربه في 100 عشان تحصل على النسبة المئوية للألومنيوم وين في السبيكة. فكيف حنجيب وزن الألومنيوم؟ حنجي نتأكد هل المعادلة موزونة ولا مش موزونة. هنا عندي 1 مول، أنا عندي 1 مول، أوكي موزونة. فحنجي نطبق باستخدام من؟ باستخدام المولر ماس. الألومنيوم من الجدول الدوري عارفين إنه كم حيكون المولر ماس؟ تقريبا 27 الوحدة جرام على مول. المركب هذا أو الراسب هذا كيف حنحسب المولر ماس؟ بالطريقة هذه، حنقول 27 زائد افتح قوس 9 في 12 اللي هو كربون اللي هو 108 زائد 6 في 1 ب 6 زائد 16 للاكسجين زائد 14 للنيتروجين. الكل مضروب في من؟ طبعا هذا نتكلم عن هذا، الكل مضروب في 3. فحنجي نحسب نقول 108 زائد 6 زائد 16 زائد 14 144 ضرب 3 حيطلع 432 زائد 27. يعني عادي حساب، عادي حساب المولر ماس بشكل عادي جدا، حيكون عندي 459 جرام على مول. بمعلومية المولر ماس ومعلومية المولر ماس ووزن العينة حنتحصل على وزن الألومنيوم. خلينا نكتبه هنا عشان العملية تكون سهلة. جرام على مول. هنجي أوكي التوضيح فقط. هنقول طرفين في الوسطين. طرفين في الوسطين. يعني الإكس تمثل وزن الألومنيوم. شنو حتساوي؟ حتساوي 27 جرام على مول في 0.1862 جرام مقسومة على 459 جرام على مول. بما أن يعني بوزن فتلقى الجرام على مول حتمشي مع الجرام على مول والناتج حيكون بوحدة من الجرام. فنجي نحسب نقول 27 ضرب 0.1862 قسمة 459 الناتج كم حيكون؟ وزن الألومنيوم حيكون 0.01009 جرام. أوكي هذا وزن الألومنيوم. وهذا اللي في السؤال طبعا اللي قلت لكم ضيفوه اللي هو 1.021 جرام، هذا وزن العين أو بين قوسين السبيكة بالكامل.
اوكي، فهذا طلب منك نسبه، فالنسبه حتكون جزء من كل. من هو الطالب؟ الالومنيوم، فحتكون النسبه المئويه للالومنيوم ماذا تساوي؟ تساوي 0.0109 مقسومه على الاجمالي اللي هو العينه او السبيكه بالكامل، هو 1.021 جرام مول جرام. هتمشي هذه مع هذه، وكل مضروب في كم؟ في 100، لانها نسبه مئويه. فحنجي هنا حنقول هذا قسمه 1.021، حيطلع قيمة هذه تضربها في كم؟ في 100، فحتكون النسبة المئوية عبارة عن 1.7%، يعني الألومنيوم نسبته 1.07% من وزن السبيكة بالكامل. أوكي، السؤال اللي بعده اللي هو رقم 8، السؤال الثامن ذكلورايد ان 0.12 جرام سامبل، يعني نسبة الكلور في عينة حجم أو وزنها 0.12 جرام سامبل ونسبة نقاوتها 95%. شنو هي العينة هذه؟ العينة هذه عبارة عن الام جي سي ال 2. طبعا نسبة الكلور فيها كم؟ نسبة الكلور أو وزن الكلور كان 0.12 جرام طبعا، ونسبة نقاوتها 95%. خليها آخر شيء، دائما لما يقول لك النقاوة أو بيورتي خليها آخر شيء، بعد ما تحل تأخذ النسبة المئوية هذه وتردها تقسمها على 100 وتضرب في الوزن اللي حتحصل عليه. أوكي، فمبدئيا عندي عينة من الكلور موجودة على شكل مغنيسيوم كلورايد وزنها 0.12 جرام. شنو صار لها هذه؟ is precipitated، يعني رسبت على شكل سلفر كلورايد. اوكي، calculate the volume of 0.1 molarity of silver nitrate، يعني كان يقول لك ان العينه هذه تم اضافه السلفر نيتريت عشان تحصل على راسب اللي هو من اللي هو A J C L طبعا، زائد اكيد من اللي هو M J ان او 3. انا هذا ما يهمنيش، يهمني من يهمني الراسب اللي تحصلت عليه هو اي جي سي ال. فهنا لابد نجي ايش نوزن المعادله، فهنحط 2 هنا اوكي عشان تحصل على اوكي هنا 2، وهنا حيكون عندي 2 اي جي سي ال. اوكي، هيك المعادله موزونه. اوكي، فهنا شو طالب مني؟ طالب مني الفوليوم، طالب مني حجم السلفر نيتريت الذي تركيزه 0.1 مولاريتي. اوكي، فعشان نجيب الحجم ضروري نجيب من الوزن، عن طريق الوزن حنعرف كيف حنتحصل على الحجم، لكن مبدئيا حنجيب بالشكل هذا، نبي نجيب وزن السلفر نيتريت بمعلومية المغنيسيوم كلورايد، فحنجي هنا نقول الام جي سي ال 2، وهنا حنجيب من 2 اي جي ان او 3. لاحظوا لازم دائما وابدا تكتب المعادله وتوزنها، لو انك انت ما وزنتش المعادله مش هتعرف ان هنا في عندك 2 مول، فضروري تكتب توزن المعادله. اوكي، فحنجي هنا شنو المولر ماس للمغنيسيوم كلورايد؟ المغنيسيوم 24.31 زائد 35.45 في 2، خلاص عارفين كيف جت هذه اللي هو 24 للمغنيسيوم والكلوراية الوحدة 35.45، وانا عندي هنا 2 فحنضربهم في 2، فنجي نحسب المولر ماس 35.45 ضرب 2 زائد 24.31، فحيكون عندي هنا كم؟ حيكون عندي المولر ماس 95.21 الوحدة جرام على مول، نجي نزيد عليها مربع بالشكل هذا. نجي نحسب المولر ماس للسلفر نيتريت، السلفر 107 زائد 14 بتاعت النيتروجين زائد 48 اللي هي 16.3 للأكسجين، حيكون عندك كم؟ 169. حنجي نضربها في كم؟ في 2. ليش في 2؟ لأن الكل في 2، فحيكون عندك هنا 338 جرام على مول. تعال دير عليها دائرة، هذا المولر ماس.
الوزن عندك الوزن هنا بوينت 12 جرام. الوزن هنا كم؟ النون مجهول، هو هذا اللي احنا حسبه. فنجي ندير الطرفين في الوسطين، وحنقول الاكس اللي هي تمثل من وزن السيلفر نيتريت شين حتساوي؟ حتساوي بوينت 12 في 338 قسمة كم؟ قسمة 90 95.21. فهنا كم حيكون فيها؟ بوينت 12 قسمة 90 95. فهنا وزن السيلفر نيتريت كم حيكون؟ حيكون 0.426 جرام، هو وزن من السيلفر نيتريت. هذه الجزء الاول من الحل، او الجزء الاول من ايش؟ من الحل. تعال هنا نكمل. وزن السيلفر نيتريت كم تحصلت عليه انا؟ اللي هو اي جي ان او 3، تحصلت عليه 0.426 جرام. تعال رد السؤال. قال لك من بدايه السؤال ان العينه نسبه نقاوتها 95%. يعني شو معنى الكلام هذا؟ يعني معنى الكلام هذا ان الوزن هذا حتحصل عليه في حال كانت نقاوه الام جي سي ال 2 100%. لكن هو من البدايه قال لك ان نسبه نقاوتها كم؟ 95%. فكم حيكون وزن السيلفر نيتريت في الحاله هذه؟ حنقول وزن السيلفر نيتريت عند ال 95% حيساوي 0.426 جرام مضروب في كم؟ 0.95. 95 هذه منين جت؟ 95 قسمة 100. فكم حيكون عندي أنا؟ 0.95. فحيكون وزن السيلفر نيتريت 0.404 جرام. لاحظوا معايا، وزن السيلفر نيتريت قل لأن نقاوة المادة في الأساس قل، كانت أقل 95 مش 100%. أوكي، هنا حنجي ننتقل. هو من هو شنو يبي في البداية؟ يبي الفوليوم، يبي حجم. وشنو أعطاني من السيلفر نيتريت؟ أعطاني تحصلت على وزن، وأنا عندي من السؤال أصلا المولارية، ونقدر نحسب المولار ماس. المولار ماس للسيلفر نيتريت كم؟ اللي هو 169 جرام على مول. كيف نقدر نتحصل على الحجم بالمعطيات اللي عندي هذين؟ معلش، كيف نقدر نتحصل على الحجم؟ حنجي هنا، حنجي ونقول المول او المولارية هذه شو تساوي لما تجي تفككها؟ تساوي عدد المولات مقسوم على الحجم باللتر. اوكي، هنا وصلنا للحجم. فكيف نتحصل على عدد المولات؟ عدد المولات كانت تذكره اللي هو N. شن تساوي N هذه؟ تساوي الوزن على الوزن الذري أو الجزيئي. الوزن كم عندي؟ الوزن عندي من خلال العملية الحسابية الطويلة هذه تحصلت على الوزن هو 0.404 جرام. الوزن الذري كم؟ اللي هو 169 جرام على مول. طبعا الوزن الذري تقدر تحسبه اللي هو A J N O 3. الوزن الذري حيكون 169، فيش داعي نحسبه، خلاص عملية تمت سهلة. فحنجي نقسم 0.404 قسمة 169، هذا عدد المولات. عدد المولات اللي هو ال N للسيلفر نيتريت حيساوي 0.0023 مول. عندي عدد مولات وعندي مولارية، فشين حندير هنا؟ حنضرب القيمة هذه اللي هي 0.0023 مول. أوكي، أوكي، حنجي نقول هنا البوينت واحد مولارتي يساوي 0.0023 مول، والحجم
مجهول في الطرفين في الوسطين. فالفوليوم هنا شنو حيساوي؟ الفوليوم حيساوي 0.0023 مقسوم على 0.1، فحيكون عندي الناتج بالشكل هذا 0.0023 قسمة 0.1، حيجي عندي فاصلة 0.23 بأي وحدة؟ بوحدة اللتر. ليش بوحدة اللتر؟ لأن نحن عارفين المولارية عبارة عن عدد المولات مقسومة على حجم السولوشن بوحدة اللتر. طبعا هو يبيها مثلا بوحدة الملي أو ما حدد لكش السؤال، تقدر تحولها إلى ملي. كيف تحولها إلى ملي؟ إن 0.023 تضربها في كم؟ في 1000. كل لتر يحتوي على 1000 ملي لتر، يعني هي نفس الشيء 23 ملي لتر اللي حنضيفهن من السلفر نيتريت. نجي نشوف السؤال هنا في إضافة ولا لا. أوكي، and a given exist، يعني عندي أيضا الكمية هذه وضفت عليها 10%، يعني السلفر نيتريت كم حجمه؟ خلاص حصلنا على الحجم اللي هو 23 ملي لتر، وضفت عليها أيضا كم؟ 10%. كم العشرة في المية من هذه؟ هنجي نأخذ 32 نضربها في 0.1. ديش 0.1؟ 10% قسمة 100. 23 ضرب 0.1 هذيك 2.3، معناها 10% هذه هي قيمتها كم؟ 2.3 ملي لتر زائد 23 ملي هيساوي كم؟ 25.3 ملي لتر. يعني كل السلفر نيتريت اللي ضفناه بالعشرة في المية زيادة كم حجمهن؟ 25.3 ملي لتر.